الاثنين على التنفيذ. امير قيصر وعاصم صلاح اعتقد الاقرب ليها امير قيصر يلعبها برجله اليمين. امير والعرضيه والبعيده ايمن وائل وجول جول. الهدف الاول لنادي الرجاء. ايمن وائل اودول اخيرا بيظهر، وظهر بايه؟ بهدف جميل في الوقت الضائع من الشوط الاول. ايمن وائل اودول اخيرا اول هدف في ظل القياده لحمزه الجمل عن طريق الغاني ايمن وائل اودول ومن عرضيه امير قيصر عشان تتغير نتيجه اللقاء ل1-0 لنادي الرجاء. تفرق تفرق لما الرجاء يطلع الشوط الاول وهي 0-0 عندما يتقدم 1-0. يمكن لعبها امير قيصر على البعيده تماما وايمانويل كان مستنيها على طول وهرب، قدر هنا ان هو يهرب من اللاعب عثمان قطاره ويحطها على شمال محمد صبحي. حلوه يحرز الهدف الاول لنادي الرجاء ايمانويل اودول.